السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الأعياد الوطنية حبيت أهني سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظهم الله ورعاهم، وحفظ الله أسرة آل الصباح الطيبين الكرام الأهل الوفاء وأهل السلام وأهل المحبة والخير في كل بلدان العالم يشهدون بذلك. وأحبت أهني الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الطيب الأصيل وكل من يقيم على هذه الأرض، وأهني بالمناسبة شعب الخليج والشعب العربي والشعب الأمة الإسلامية والعربية أجمعها بمناسبة أعياد ديرتي الوطنية الكويت. عسى الله يحفظ الكويت بالأمن والأمان، وإن شاء الله دامت أفراحك الكويت وكل أيامك أعياد، وعسى الله يحفظكم ولدكم أحمد الفضلي، والسلام عليكم.